اهلا بيكم في قناتي توتي فودي. النهارده هقدم معاكم شوربه الكرنب الحارقه للدهون. كل حد عايز يخس الشوربه دي حلوه جدا، مش مع المعجنات والحلويات والنشويات، لا هنقلل من الحاجات ديت، وكل ما نحس بالجوع ناخد كوبايه من الشوربه ديت، حلوه جدا وهنلاقي نتيجه جميله. المكونات بتاعتنا: كرنب، كرفس، كوسه، ثوم، طماطم، بصل وفلفل، اي الوان فلفل، الاخضر، احمر، اصفر اللي متوفر عندك، وكرفس برضو، العيدان او الورق اللي موجود عندك، ولو عندك اي خضار مش موجود هنا ممكن تضيفيه، بس بلاش تضيفي بطاطس. هغسل الخضار كويس جدا، وزي ما انتم شايفين قطعت الكرنب والبصل، الجزر، الكرفس، الفلفل، الطماطم والكوسة، وهحط معاهم ملح ومرقة وشطة ومعلقتين ثوم. الشطة طبعا اختيارية للي بيحب الشطة، والثوم انا هوريكم في مرة، هصور لكم فيديو ووريكم بحفظ الثوم ازاي على رف التلاجة، وبيفضل قاعد معايا بالشهور بستعمله من غير ما ابقى شايله هم عايزه اقشر ثوم وفصص ثوم. طريقة حلوة جدا، وان شاء الله هعملها وتشوفوها وتعجبكم. هنا هنزل كل الخضار زي ما انتم شايفين، يفضل يكون متقطع صغير عشان يبقى طالع في المعلقة صغير مش كبير. هضيف الشطة وهضيف الملح وهحط الثوم وهضيف المرقة. المرقة بصراحة دي انا اللي عاملاها، عملتها معاكم في فيديو من كام يوم، النتيجة بتاعتها طلعت حلوة جدا جدا، ومن غير اي اضافات، من غير مواد حافظة، من غير مواد صناعية، من غير دقيق، من غير نشا. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف للي يحب يجرب طريقتها، وهوريكم وانا بكسرها دلوقتي ازاي مش معجنه، بتتفتفت. بصوا بتتفتفت ازاي. وبتدي للشوربة لون حلو جدا وطعمها جميل، واكيد عاملينها في البيت احسن بكتير من بتاعت بره. هسيب الشوربة تغلي لمدة 10 دقايق وبعد كده هطفي عليها. انا مش عايزاها تتهري، عايزاها تكون القطع كده متماسكة زي ما احنا شايفين. ده الشكل النهائي بتاعها. طبعا لو بتحبوا تاكلوها قطع كده مفيش مشكلة، لو حد بيحب يحطها في طبق ويهرسها، يعني حسب ما بتحبوا. انا بفضل، لان انا ما بعتبرهاش وجبة قوي، انا بفضل احطها في الخلاط او الهاند بلندر واطحنها واشربها زي شوربة. يعني لو جعانة وعايزة حاجة تسلى بيها في الشتاء وناوية اخس طبعا وده دي خطوة صعبة يعني كلنا بناخدها بعد تفكير عميق، فبعملها كده وكوبايات وبشربها زي مشروب، لكن قطع لا، ما بفضلهاش قطع ابدا، بحبها زي ما هوريكم دلوقتي، بتبقى زي الشوربة المية سايلة كده، تتسلي بالكوباية بتبقى حلوة، بتشغلي بيها وقتك، ويفضل ما تكونيش بتاخدي معاها معجنات وحلويات ونشويات. بناخد حاجات بسيطة لكن مش كتير، وطول الوقت بنشرب بالشوربة ديت، حلوة جدا، بتخسس وبتحسسنا بالشبع. ده الشكل اللي انا بفضله في الشوربة، طبعا ليك حرية الاختيار تختاروا اللي يعجبكم. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم. بحبكم جدا جدا، وبشكركم على كل كلمة مشجعة بتبعتوها لي في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد، ربنا معاكم، سلام.